بداية أستاذ محمد، هذه الخطوة ربما أصبحت الكرة الآن في ملعب القضاء والنائب العام تحديدا، وهذا ربما أيضا يعيد للواجهة موضوع الخلاف بين الشارع والنائب العام إن صحت العبارة. طيب، في البداية نترحم على الشهداء اللي هم سقطوا في الأحداث الأخيرة، جزاهم الله لهم الرحمة ولزويهم حسن السلوان. أيضا في هناك العشرات من المصابين في هذه الأحداث، لكن من الواضح أنه ده بيدينا مؤشر أنه عملية تطاول الأمد على التحقيق في مجزرة القيادة العامة اللي حصلت في 3 يونيو 2019 ما بقتل القضية ولا بخليها تنتهي. طبعا الإجراء اللي تم من جانب القيادة العامة للقوات المسلحة خطوة إيجابية بيأكد على 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 أهمية التعاون بين أجهزة الحكم المختلفة. واحدة من الحاجات اللي كانت مطلوبة أساسية اللي هي رفع الحصانة على الأشخاص المتورطين في الأحداث وتقديمهم للمحاكمة، ودي واحدة من النقاط اللي كانت مهمة وحيوية ومطلوبة منذ فترة في التعاون بين أجهزة الحكم المختلفة. بالعودة للأحداث الرئيسية اللي هي مزالة المجزرة تحت القيادة العامة والملف بتاعها المعقد، من الواضح أنه في صعوبات فنية حسب تصريحات رئيس اللجنة الأستاذ نبيل أديب، والتصريحات الصعوبات الفنية دي هي متصلة بجوانب فنية وجوانب تقنية متعلقة بالتحقق من الفيديوهات حسب التصريحات بتاعته. وهم حسب التفويض بتاع اللجنة تواصلوا مع الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأفريقي فشل في أنه يقدم الدعم اللازم، فعليه هم حيتجهوا لجهات أخرى، وطبعا ده ممكن يساعد في فك العديد من التعقيدات الفنية المتصلة بالقضية. ومزالة اللي هي التحقق من الصعوبات الفنية هي مسألة متاحة تقنيا سواء من خلال الأمم المتحدة وحتى من خلال الشركات الفنية اللي هي ممكن تقدم خدماتها في هذا المجال زي شركة جوجل أو غيرها من الإجراءات. طبعا قضية القيادة العامة والمجزرة تحت القيادة العامة في الأساس هي قضية فيها جوانب متعددة، فيها جانب قانوني وفيها جانب سياسي، وزي ما قلت لك أنه إذا لم يتم التعامل معها بحكمة ومعالجة هذه القضية ده ممكن يؤثر على استقرار الفترة الانتقالية وعلى نجاح عملية التحول الديمقراطي. طيب، بالنسبة لما حدث الآن في 29 من رمضان، عمليات التحقيق في مثل هذه الأحداث الآن هي في العادة معقدة وغالبا ما تأخذ الكثير من الوقت، كيف استطاع الجيش أن ينجز هذه المهمة بسرعة وتم تسليم حتى الآن مباشرة للنائب العام؟ لأنه الواضح أنه هناك يعني هنا الموضوع ممكن يكون مختلف، لأنه في قوة محددة هي الشاركة في هذه العملية معروفة ومعروف تسليحها ومعروف حجمها وصدرت طوال الإجراءات والترتيبات. لكن بالنظر وبالمقارنة بعملية مجزرة القيادة العامة حصلت في 3 يونيو كان في بعض التعقيدات متصل بحجم القوات، ضخامة الحجم بتاع القوات، إضافة لكده أنه شاركت قوات من الدعم السريع، قوات من الجزء ممكن يكون من القوات المسلحة من الشرطة، أو حتى قوات هي ما مخول لها التحرك زي ما شارت البيانات الأولية والمؤشرات الأولية زي القوات بتاعت المعسكر اللي تحركت من جنوب مدرمان وأتت للقيادة أنه خارج الخطة حسب ما شار المجلس العسكري. لكن هنا القضية مختلفة، في عدد معين من الأفراد محددين معروف تسليحهم، هم حسب البيانات الأولية أنهم خالفوا التعليمات باستخدام القوة. طيب، إذا كان الجيش يمتلك هذه الإمكانيات العالية في أنه يعرف مباشرة الذين نفذوا بهذه السرعة، لماذا لم يتم استخدام هذه الأمور في مجزرة القيادة في 2019؟ طبعا دي كلها هزيمة مشروعة، مع الأخذ في الاحتبار أنه الجيش لديه طائرات مسيرة كانت تغطي العملية وغطي مسرح الأحداث، وهناك تصريحات لقيادات في المجلس العسكري، صلاح عبد الخالق على سبيل المثال أشارت إلى أنه هذه البيانات موجودة، أيضا هناك الكاميرات الموجودة في منطقة القيادة العامة، قوات الدعم السريع أيضا لديها كانت طائرات مسيرة، كل هذه الأدلة موجودة، يفترض أن تقدم إلى لجنة نبيل أديب لخدمة القضية ولتسريع عملية التوصل لنتائج خلال هذا التحقيق. زي ما قلت لك أنه التحقيق ده مهم جدا ومؤثر في نجاح عملية التحول الديمقراطي، لأنه مربوطة القضية نفسها مربوطة بجانبين، فيها جانب قانوني وفيها جانب سياسي. نحن إذا مشينا في الجانب القانوني أو في الجانب العدلي
وذهبنا في طريق المحاكمات بطريقة لا نهائية ممكن نؤثر على استقرار الفترة الانتقالية. في ذات الوقت إذا تجاهلنا عملية المحاكمة أو محاسبة المتورطين في الأحداث ده بيؤدي على لعدم الاستقرار على المدى الطويل وممكن يؤدي إلى انهيار الفترة الانتقالية وتمزق السودان. فنحن محتاجين لحكمة، محتاجين بشكل أساسي لحوار بين مختلف أطراف أو قيادات عملية التغيير أو المجموعات الفاعلة في عملية التغيير حاليا في السودان، لأنها تجلس مع بعض وتناقش مختلف المخاوف بالنسبة لهم، خاصة بعد المخاوف المتصلة بعملية العدالة الانتقالية عموما، لأنه ده بيتم معاركته في إطار الملف العدالة الانتقالية، أو حتى خاصة في ملف مجزرة القيادة العامة، في قيادات عسكرية عندها مخاوف من هذه هذا الملف يجب مناقشته. أيضا لابد من الحوار، من المؤسف جدا أن لم يتم حوار حتى الآن مع أسر وضحايا المجزرة تحت القيادة العامة. يجب أن نضع في اعتبارنا أن هؤلاء الشهداء خرجوا من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية، وأنه لابد أن يكون التركيز على بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وأنه المزالة الإجراءات تحت المحاكمات اللامتناهية ممكن تؤدي لعملية الاستقرار وتهدد ما خرج من أجله هؤلاء الشباب اللي هو بناء دولة مدنية ديمقراطية. في المقابل يجب محاسبة المتورطين بشكل مباشر في هذه الأحداث بحيث نضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلاً. بالحديث عن عدم تكرار هذه الأحداث مستقبلاً، صحيفة الراكوبة نيوز هي عنونة اليوم بقولها الجيش يحقق مع خلية إسلاموية متورطة في قتل المتظاهرين. هل هي فعلاً خلية؟ وإذا كانت خلية أين الجيش؟ لماذا لم تعاد هيكلته؟ لماذا لا يكون هنالك في الجيش يعني نوع من المحاسبة ومعرفة كل خبايا الأمور حتى لا يتكرر مثل هذا الحدث؟ لأن الأمر الآن يتعلق بالمتظاهرين ربما يتعلق مرة قادمة بشيء آخر يعني. طيب، هو الفرضية والحديث عن وجود طرف ثالث زي ما حصل برضو في مجزرة القيادة العامة، اللي هو عادة المجلس العسكري بروج لفرضية وجود طرف ثالث، أنه هم عاوزين يخلوا ساحة الاعتصام، ولكن في طرف ثالث سعى لتوريطه من خلال ارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية عشان يورطهم. أنا ما دار أخوض في التفاصيل دي ودي مجال لجنة التحقيق، لكن في النهاية المسؤولية تقع عليهم، سواء المسؤولية الجنائية اللي هو حرك القوات وعمل خطط للعملية، أو حتى مسؤولية عدم حماية المدنيين اللي كانوا متواجدين قدامه. دي يعني ما دار نخوض في المزرعة بتاعت مسؤول ولا في طرف ثالث. كذلك ما حصل خلال الأيام الماضية وجود طرف ثالث مسؤول من العملية والبحث عن المستفيد من توتير الأحداث والتصعيد اللي حصل، لكن بشكل عام من الواضح أنه العملية الانتقالية بتواجه عدم تقدم بيحصل على مستوى مسار عملية التغيير خلال عامين من الثورة، حتى الآن لم نحرز النتائج المرجوة على الأقل على مستوى الإصلاحات المطلوبة. أنت أشرت إلى نقطة مهمة وحيوية اللي هي العملية بتاعت إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودي واحدة من النقاط المهمة وفيها عدة جوانب، فيها جوانب هيكلية متصلة بعملية دمج القوات المختلفة والحركات المختلفة تحت يعني مظلة جيش وطني محترف تحت قيادة مدنية. طبعا دي واحدة من النقاط المهمة جدا، دي عملية معقدة وفيها ترتيبات فنية وفيها ترتيبات سياسية، ودي يفترض أن تتم. هناك توافق كبير حوالينا على وجود أنه جيش واحد، المزار بتاعت قيادة مدنية دي طبعا العسكريين قد يبدو تحفظا عليه، لكن ده المطلوب. وحتى المجتمع الدولي والزيارة الأخيرة للسناتورات بتاعنا الكونغرس أكدوا على قيادة مدنية للقوات النظامية، وده الوضع الطبيعي في كل دول العالم. في الدول المدنية الديمقراطية بكون هو هذا الوضع، وحتى في السودان في فترات ماضية كان بهذا الشكل. طبعا للاسف في فتره الانغاث كان موجود، لكن قيادات مدنيه اللي هو من النظام السابق هم كانوا بيدوا التعليمات، وحتى الشخص لو كان اقل رتبه يعني مقدم او رايد ممكن يدي تعليمات لفريق، يعني ده كان وضع مشوه، نتحدث عن وضع مختلف. ايضا المساله الثانيه متصله بالوجود الاقتصادي للمؤسسات العسكريه على مستوى النظام الاقتصادي في السودان، ده ايضا محتاج لنقاش. طبعا دي واحده من المطلوبات الاساسيه لنجاح عمليه التحول الديمقراطي، وايضا دي واحده من المطلوبات الاساسيه في المصفوف الوضع صندوق النقد، البرنامج المراقب من قبل صندوق النقد الدولي، والسودان نجح في عبور المرحله. سنتحدث عن موضوع الاقتصاد في الحديث عن مؤتمر الدعم الاقتصاد، لكن دي واحده من عمليه الاصلاح بتاع المؤسسات العسكريه والامنيه. نعم. دي واحده من المطلوبات الاساسيه، فسواء نعم. على مستوى نجاح التحول الديمقراطي، وده مراقب حتى بموجب القانون الاجازه الكونغرس الامريكي قانون التحول الديمقراطي في السودان، او حتى على مستوى البرنامج بتاع صندوق النقد، او حتى على اساس شروط نجاح. بعد تسليم هذه الاسماء
للنائب العام بعد يعني سلم الآن أسماء الناس وكل تفاصيل ما حدث لنائب العام. هناك توتر في العلاقة بين النائب العام وبين جماهير الشعب السوداني في بعض النقاط، ما الذي تتوقعه أو تستقرأه الآن في مقبل الأيام بعد تسلم النائب العام لهذه الأسماء؟ طيب، من المهم جدا أن طوال يتم الشروع في الإجراءات العدلية وبدء المحاكم محاكمة هؤلاء الأشخاص، لكن برضو الحديث يذكر أعتقد أنه أيضا الأجهزة العدلية والنيابية محتاجة لعملية بتاعت إصلاح، وده واضح جدا في الصعوبات الكبيرة الواجهت النيابة في معالجة والاستجابة للكثير من القضايا خلال الفترة الماضية، ودي واحدة من المطالبات أنه النيابة كان فيها ضعف في عملية الاستجابة للإجراءات العدلية، وده ممكن يكون نتائج طبيعي بسبب سياسات النظام السابق. أنه نحن نتحدث عن ضعف ليس فقط على هيكلي على مستوى الخدمة المدنية وعلى مستوى المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات العسكرية والأمنية، على كل المستويات بما في ذلك النيابة الأجهزة العدلية والقضائية، ودي واحدة من الحاجات اللي هي كان بتدفع الناس للحديث على أنه على سبيل المثال المحكمة الجنائية أنه بسبب ضعف على يا بسبب ضعف يا بسبب عدم وجود إرادة، وده متصل بمحتاج لجملة من الترتيبات لتعزيز النظام القضائي والأجهزة العدلية في السودان للقيام بواجبه كما يجب. هناك الحديث هناك الكثير من الحديث حول أداء النائب العام ووجد أداءه خلال الفترة الماضية الكثير من الانتقادات، فدي محتاجة لجملة من الترتيبات لتصحيح الصورة بخلال أن النيابة تقدم أقصى ما يمكن تقديم المتهمين للعدالة في أسرع وقت ممكن.